وفاق سطيف تحسبا للاستحقاقات المقبله في البطوله امام اتحاد بالعباس ومولوديه العلمة، بالاضافه الى لقاء القمه في الدور نصف النهائي من رابطه ابطال افريقيا امام تي بي مازامبي الكونغولي. خاض اشبال خير الدين ماضي مباراه وديه امام امل الاربعاء انتهت بالتعادل هدفين في كل شبكه في اللقاء الذي احتضنه ملعب الثامن من ماي وبدون حضور الجمهور. الضيوف كانوا السباقين لفتح باب التهديف في الدقيقة الخامسة عن طريق عبد الملك مقداد، ونفس اللاعب أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22، وبعد ذلك جاء الرد من لاعب وفاق سطيف أين سجلوا عودتهم في هذه المباراة من بعيد، والبداية كانت عن طريق الظهير الأيسر القرع في الدقيقة 45 من الشوط الأول ليعدل النتيجة المهاجم محمد بنيتو في الدقيقة 51، ينتهي اللقاء بالتعادل هدفين في كل شبكة.